بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد محمد. اليوم راح نحكي عن مشكلة متعلقة بتشغيل محاكي الأندرويد اللي هو الأوميليتر. أول مشكلة حتواجهنا اللي هو بيحكي لنا إنه في عندنا مشكلة في الأوميليتر بروسيس، بحكي لك نوع الجهاز اللي أنت عامله وبقول لك كيلد. المشكلة الثانية نفس الفكرة، إنه عندك مشكلة في الأوميليتر بروسيس وبحكي لك نوع الجهاز اللي أنت مسويه ويقول لك terminated. والمشكلة الثالثة هي بيقول لك إنه في عندك مشكلة في الجي بي يو. الثلاث مشاكل حلهم واحد إن شاء الله. أول شغلة بنسويها إنه نفتح، لما نفتح أندرويد ستوديو نتأكد من مساحة السي. ليه حكيت السي؟ إن هي منزل عليها الويندوز، ممكن تكون عندك الدي أو الإي حسب أنت وين منزل الويندوز. الأوميليتر محتاج 2 جيجا أقل إشي، لازم يكون في عندك مساحة متوفرة، ما تكون مكان تنزيل الويندوز فل. هي أول مشكلة، أتوقع حليناها. المشكلة الثانية، خلينا نفتح الأندرويد ستوديو. ننتظر قليلا شوي. طيب، من نشيك على الـ SDK مانجر. المشكله ممكن تواجهها هي تكون مشكله في الباث الاس دي كي، اندرويد اس دي كي لوكيشن، انه انت حاط الاس دي كي غلط. طبعا وين لازم يكون موجود الاس دي كي؟ الاس دي كي حيكون نازل على السي، المكان تنزيل الويندوز. اليوزرز هتختار اسمك اب داتا لوكال اندرويد اس دي كي. بس ممكن تحط مثلا خربطت، حطيت مثلا اس دي كي فلتر بالغلط، تعمل ايديت من هون، ومثل ما حكيت لك تيجي من هون، شايف هون تكبس عليها الباث. من وين قلنا؟ قلنا حنروح على السي، من السي على اليوزرز، من اليوزرز على اسمك، بعدين اب داتا، بعدين لوكال، بعدين اس دي كي اللي هي اندرويد اس دي كي. وهي شكل الباث الصحيح. يعني الشيء الوحيد راح يتغير عندك هو الاسم، اسم جهازك. هي تاكدنا من الاس دي كي. الشغله الثانيه تاكد منها هي الاس دي كي ابديت. إذا عندك مشكلة في الإنترنت هتلاقي هنا علامات حمر، ممكن يكون عندك الإنترنت مقيد الوصول، فلازم تغير الإنترنت عشان تنزل الـ SDK بشكل صحيح. النقطة الأخيرة هي الـ SDK Tool، لازم يكون عندك نازل أندرويد SDK Build والأندرويد أوتو وكمان أوميليتر، وتأكد إنه كلهم أبديت، يعني ما يكون في عندك شحطة، كلهم يكونوا صح. مهم إيش الإنتل، تمام. اتأكد من هدول كلهم وكلهم طلع عندك صح. يجي عندنا آخر طريقة لحل المشكلة. سكر أندرويد ستوديو، انتقل للفايل، من الفايل بتدخل على السي، على اليوزرز، على اسم الأكاونت الخاص فيك على الجهاز، بعدين على دوت أندرويد، ممكن تسوي رايت كليك نيو فايل اللي هي تكست دوكيمنت، كنترول V. طبعا هتلاقي اسم الفايل في الديسكريبشن، تمام. بدنا نحط نقطتين بسيطات عشان نحل المشكلة. طبعا برضو راح تلاقي هدول الجملتين في الديسكريبشن، تعملهم كنترول C، تعمل كنترول V، وبتعمل فايل سيف. يعني احنا انشأنا ملف سميناه Advanced Future، هتلاقي المسمى نفسه في الديسكريبشن، لازم تكون نفس الأحرف حتى الكابيتال أو سمول. حطينا جواتها هاي الجملتين، هتلاقيهم برضو في الديسكريبشن. بعد هيك بدنا نغير امتداد هذا الملف. أول شيء بنسويه بنروح على الفيو، نعمل هون تشيك على فايل نيم اكستنشن، تمام. بعد هيك بتعمل رايت كليك وتروح على الرينيم، ونمسح الامتداد، نعمل دوت اي ان اي، واعمل انتر. بده هسه موافق على تغيير صيغه الملف، تحكي له يس، وهيك الملف يتغير. بتطفي الجهاز وبترجع تشغل الاندرويد ستوديو وتشغل الاوميليتر، هيشتغل معك ان شاء الله بدون اي مشاكل.